اخبيها على ماما؟ المفروض اصلا انا بعرف عنك كل حاجه، بقيت بتعترض على كل حاجه، مفيش حاجه عاجباك خالص؟ انت فاكر نفسك كبرتي ولا ايه؟ بقيتي قافله على نفسك طول اليوم الاوضه؟ يعني خلاص كده ما بقيتيش تحبينا؟ ما بقاش ليك كبير يعني وعايز تمشي اللي في دماغك على طول؟ مواقف وسلوكيات زي دي كتير قوي هي تعتبر جزء اساسي من مرحله المراهقه، رغم ان هي تبان رخمه او غلسه شويه علينا كاهل، بس مفيش مفر لان هي دي مرحله اساسيه بيمر بيها كل مراهق. لما انا كأم او كأب اعرف ايه هي طبيعه سن المراهقه بجد برتاح كتير قوي، يعني ده بيوفر عليا مشاوير كتير من الزعل بقى والغضب، وكمان خلينا نحاول نعرف اكتر عن المراهقين وطبيعه سنهم، بس مش علشان هدف ان احنا نغيرهم، انا هعرف بقى مفاتيحه عشان اغيره، لا، ان انا اقرب منه، دي تفرق كتير جدا، ان انا ابقى عايزه اقرب من ابني او عايزه اغير فيه. طب هتقولي لي ما التغيير ده بقى احنا ما هو ده لصالحهم؟ ايوه، بس المشاعر دي لما بتوصل للمراهق عارفين مقاومته بتعلى، يبقى انت مش قابلاني، انت مش حباني، طب وانت عايزه تغيري، طب ايه رايك بقى، مش هغير ولا هطوعك. لكن لما يبقى هدفي ازاي ان انا اقرب منه، التغيير وقتها فعلا بيبقى اسهل بكتير. تعال نعرف مين هم المراهقين، وفي اسئله كانت بتجيني كتير عن المراهقه تبدا من سن كام. طبعا انا عارفه ان في اهالي حاسين من سن 9 و10 سنين ان المراهقه ابتدت، وفعلا ابتدوا دلوقتي تجي لهم يعني بعض الافكار بتاع سن المراهقه فعلا من سن 10 سنين، لكن حسب تصنيف علماء النفس والكتب بيقولوا ان المراهقه المبكره بتبتدي من 12 لحد 15، والمراهقه المتوسطه بتبتدي من 15 لحد 18، والمراهقه المتاخره بتبتدي من 18 لحد 20، وفي كتب كمان وابحاث بتقول لحد 25 سنه كمان يعتبر الانسان هو مراهق. زي امهات كتير واباء تاني كتير لاحظوا ان في تغييرات كتيره بتحصل في سن المراهقه، يعني اكن هم ابنهم او بنتهم تحول النقيض، بيبتدوا يقولوا الحقونا العيال دي اتغيرت، يعني ايه ده، ايه كل التغييرات اللي حاصله، يعني بقى كتير جدا بيعترضوا على حتى ان هم يروحوا ما يصلوا، يروحوا دور العباده، حتى سماعهم للموسيقى اختلفت، بقى بيسمعوا موسيقى مختلفه. احنا اهل بنتخض، يعني بيعترضوا على حاجات هي كانت اصلا اساسيات عندنا وموجوده وكانوا بيعملوها بمنتهى البساطه، فجاه ما بقتش موجوده. بيراجعوا، غالبا بيراجعوا كل حاجه من اول وجديد، وبتدي ان هم يجربوا حاجات جديده. هتلاقوا اللي بيتكلم عن التاتو، انا عايزه اعمل تاتو، اللي بيتكلم عن انا عايز مش عارفه اروح الرحله الفلانيه، افكارهم بقت غريبه مش ده اللي احنا متعودين عليه. طيب ازاي بقى يعني نعرف بيفكروا ازاي او طبيعه سنهم ازاي؟ تعالوا مع بعض اقول لكم 8 حاجات بيعملوها المراهقين علشان تعرفوا ان دي مش حاجه غريبه، يعني او ان ولادكم بس هم اللي عندهم مشكله، لا، ان ده احنا كده ماشيين في مرحله المراهقه طبيعي جدا. المراهقين بيعملوا حاجات معينه علشان بس يثبتوا ان هم ايه اختلفوا او في حاجه في حياتهم اتغيرت. اول حاجه ان هم يحبوا كده فكره ان احنا بينا اسرار، فتلاقي مثلا ابنك موطي صوته وبيتكلم في التليفون، بنتك مثلا كاتبه حاجه ومخبياها، لا ما تدخليش عليا غير لما تقولي عشان بتكلم مع صاحبتي، في حاجات كده ابتدت تبقى غريبه. طبعا الاهل بيتجننوا، يعني ايه اسرار؟ هو ينفع ان انت ما تقوليليش لازم بقى تقولي لي كل حاجه؟ انا عايزه اطمنكم ان مش اكيد في اسرار ولا حاجه زي ما احنا متخيلين، يعني هم عايزين هم نفسهم يبقى بينهم اسرار، ممكن يحكوا في اي حاجه ويفهموكي ان هم عندهم اسرار لمجرد ان هم بس يحسوا ان هم كبروا وبقى لهم خصوصيتهم. فانا مش عايزاكم تقلقوا من الحكايه دي، بس دي جزء اساسي وطبيعي في مرحله المراهقه. حاجه كمان واللي كلنا بنشتكي منها هي التمرد، فجاه بقوا الولاد بيتمردوا على كل حاجه، حتى المعتقدات الدينيه اللي احنا عارفينها بقالنا سنين وبنمارسها بقالنا سنين بقوا يعترضوا عليها، وايه ده وازاي بتعملوا كده وايه يعني اللي انتوا بتعملوه، كل حاجه ابتدوا يحطوها تحت الاختبار تاني واكنهم بيعرفوها من اول وجديد. ليه انا البس كده؟ يعني ليه ما البس بالشكل الفلاني؟ ليه انتوا بتشتغلوا الشغلانه دي؟ وليه انا اعمل اذاكر مثلا؟ ليه اروح معاكم عند تيتا؟ يعني مش عايزين مثلا يروحوا المقابلات العائليه اللي كانوا بيروحوها هم بمزاجهم وارادتهم، لا دلوقتي لا انا مش هروح مناسبات عائليه، انا مش هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه. كل حاجه بقى فيها تمرد، وانا عارفه ان المرحله دي بتبقى مرهقه بالنسبه للاهل، ان انا يعني كل شويه اقعد يعني اقنع بحاجات، يعني الاكل، الا اكلك وحش، طب هو الاكل كان حلو وانتوا كنتوا بتاكلوه، لا فجاه بقى اكل ماما مش حلو، احنا عايزين نجيب اكل من بره، فجاه بقى انا مش عاجبني مثلا الفلوس اللي انت بتديها لي، انا عايزه فلوس اكتر، انا عايز لبس اكتر. بقت في حاجات غريبه، بقوا هم متمردين وبيصدروا لنا فكره ان مفيش حاجه احنا بنعملها عاجباهم. انتوا ايه يعني فسحتونا في الحته الفلانيه؟ ما عادي، ما انا اصحابي بيتفسحوا اكتر منكم وبيفسحوهم اهاليهم اكتر منكم، يجيبوا لهم حاجات اكتر، فانا حاسس ان انا ايه مش عاجبني اللي انتوا بتعملوه معايا. بيبتدوا يعيدوا تفكير في كل حاجه تقريبا وفي القيم، يعني مثلا يقول لك ايه، هو انتوا ليه يعني
محبكينها قوي كده. حاجه كمان من العلامات اللي بتقول ان ولادي في سن المراهقه ان التطورات الجسمانيه، يعني بقى بيكبروا، بس كمان مع التطورات الجسمانيه دي وجسمهم بيكبر ويتغير بقى في انفعالات زياده، يعني بقى في ان هم مثلا بيغضبوا بسرعه، يفرحوا بسرعه، يحزنوا بسرعه، يعني المشاعر بتاعتهم بقت متقلبه وشديده مش العاديه، لا شديده. علاقتهم باصدقائهم ودي اللي بتسبب اوقات مشاكل كتير قوي. المراهقين ابتدوا يروحوا ناحيه اصحابهم اكتر، يثقوا في اصحابهم اكتر، يصدقوهم، مايلين هم يسمعوا كلامهم، وطبعا بيخلي الاهل ايه ده هو حد تاني هيمشيك اكتر مني. انا عايزاكم تطمنوا خالص موضوع الاصدقاء ده، لان هو اولا ده مهم علشان هم بيكبروا وبيتعلموا، وفي نفس الوقت كمان احنا مش بنفقد دورنا ولا حاجه، احنا بس محتاجين نعرف اصحابهم مش مصدر خطر علينا، لكن لو مع ان احنا تفهمنا ده وابتدينا احنا نقرب منهم هيبقى الموضوع متوازن في علاقتنا بيهم وعلاقتهم باصحابهم. من ضمن الحاجات برضو اللي بتبقى اوقات مزعجه لينا كاهل ان هم عايزين يقولوا ايه احنا اقوياء، انا قوي بقى، انا ليا اختياراتي وليا افكاري ومحدش يفرض عليا حاجه. بنتفاجئ بقى من الناحيه الثانيه ان الناس بره بتدينا كلام حلو عنهم، الله بنتك دي مؤدبه قوي وشاطره وبتعرف تفكر، الله ابنك ده يعني عاقل، انت زي ربيتيه، وانا في البيت عندي حاسه اني هتجنن منه. هي الفكره في ان هو معايا انا بياخد راحته، يعني محس بالامان معايا فبيناقشني ويعافر ويقاوح علشان يتعلم، لكن بره هو بيبقى امانه اقل فبيتصرف بشكل ايه يبان ان هو شكله لطيف قدام الناس، بس في الحقيقه ان هو شخص كويس وبيفكر بس عايش حريته وامانه معايا. كمان هم يحبوا يكون لهم خصوصيتهم، دي برضو الاهل اوقات مش بتفهموها، يعني طب ما انت طول عمرك قاعده معايا ولازقه فيا، اشمعنى دلوقتي عايزه تدخلي الاوضه وحدك؟ لان هم من كتر ما هم عندهم افكار في ذهنهم ومشاعر كتيره جدا بيحبوا بقى يقعدوا شويه يهدوا كده يفكروا في اللي هم عايزين يعملوه. ده مش معناه ان هم خلاص تمردوا علينا وبعدوا عننا، لكن ده جزء اساسي ان هم ده احتياج، ان هو يبقى لهم وقت خاص بيه، ده احتياج. وانا بشجع جدا الامهات والاباء ان هم يدوهم الوقت ده، ولو هم ما عندهمش اوضه لوحديهم ممكن تقسموا الوقت ما بين ولادكم بحيث ان كل واحد على الاقل يقعد ساعه لوحده، ده مفيد جدا جدا وده احتياج اساسي للمراهق. كمان انا بشكل شخصي يعني لاحظت ان ابني بعد ما كبر يعني بقى دخل في المراهقه، لا زي ما تقفيش معايا قدام صحابي، لا ما تجليش المدرسه، ده طبيعي لانه ما بيشوف انا كبرت بقى مش تيجي ماما معايا، ده بيسبب لهم حرج، يعني برده ما تتخضوش، ده طبيعي في سن المراهقه. المراهق بقى شايف نفسه ايه بقى خبره، بقى على فكره بفهم احسن منك بقى وعارف كل حاجه واقدر اعمل كل حاجه. مش عايزين نهت في، يعني مش عايزين نكسر فيه الحته دي، لكن عايزين نهندلها معاه، يعني اللي هو شايف نفسه يقدر على كل حاجه، انا ممكن اقعد اساله طب انت تقدر تعمل دي، طب هتعملها ازاي، يعني اخد ودي معاه في الكلام بحيث ان انا ما اكسرش فيه، لا انت مش عارف حاجه بقى ولا تفهم اي حاجه. الكلام ده فعلا بيكسر منهم. انا محتاجه اشجع ابني ان هو فعلا يقدر ويعمل حاجات مهمه في حياته، بس المهم هيعمل ايه وامتى وايه اللي يناسبه. انا عايزه اقول لكم يعني في الاخر ان كل الحاجات دي هي مساله وقت، كام سنه كده هيعدوا وان شاء الله لما احنا نبقى قادرين نتقبلهم وقادرين نتفهم الوضع اللي هم فيه الامور بتعدي بمنتهى السهوله. لو احنا ما تقبلناش الامور فعلا هتبقى صعبه علينا بكتير. خلينا نتقبلهم ونعرف عنهم اكتر ونقرب منهم اكتر، ده بيساعدهم ان هم يعدوا سن المراهقه وكلنا كعيله هم واحنا بسلام.